عدة إنجازات ويستاهل مالكه الفوز أيضا على الفوز بالشوط الماضي. هذا الشوط وانطلق بحفظ الله ورعايته، والشوط السابع وانطلاقة هذا الشوط نتابع وإياكم الشوط السابع والرابع للبكار هنا في هذا اليوم، ونتابع وإياكم هذه الاندفاعات والمقدمة والصدارة هناك مع الساعية طالب بن بخيت بن مقبل المري على المركز الأول مع الساعية المركز الثاني، والقدوم أيضا مع الفائزة محمد بن ناصر بن قوبان المري هنا أيضا راعي مشرف متواجد المركز الثالث مع عزة محمد بن صالح بن حنظل المري على المركز الثالث. المركز الرابع الدخول من الجانب الأيمن سرابة هادي بن زيد آل الشراب المركز الخامس، والوصول هنا مع الهدة سعيد بن محمد آل وضحة المري على المركز الخامس. ولكن الله يا الفائزة الفائزة على المقدمة الفائزة لمحمد بن ناصر بن قوبان المري أيضا تحمل الآلي ثلاثة وعصاها في بطانها ورقمها تسعة وداها جميل. ويا سلام يا الفائزة الفائزة على المركز الأول وانطلاقة السبق مع الفائزة هنا مع المركز الأول، بينما بن حنظل على المركز الثاني مع عزة محمد بن صالح بن حنظل المري. ولكن الله القدوم، ارصدونا البكرة هذه اللي تسللت وقدوم قوي. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا ايضا الوصول مع الجازي بريك من عجيان بن بريك رقمها ايضا هناك اللي هي لجاسم الزبداني هنا مع ايضا القدوم ومع العنود لجاسم الزبداني. سلام سلام يا العنود الله يا العنود، سلموا على جاسم وبلغوه السلام وقولوا له هذه البكره اللي ما شاء الله على هذا الانطلاق مع هذا الفوز انطلاقه الفوز مع العنود. سلام يا العنود سلام لجاسم الزبداني على هذا الفوز. المركز الثاني الفائزه محمد بن ناصر بن قوبان المري، المركز الثالث الدوحة جابر بن علي بن جرحب المري. وأيضا التوقيت الزمني دقيقتين 10 ثواني 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، ساعة الوصول أمام خط النهاية.